خوف للخايف ومان هيبة تسوى لها قدها وجيش ومدى استوت عصى المدى يحتخر ولا لوى حي صقر الضيمتى هي تصقر الهدى قسمة عبد الله سمي نوم واعقي فسمى مده شعق ولمرجع جنى من عاده ولا من صاها ولزمه كيد وعشرة ثمن والله انت ارجع عشر لا نص وجه السعر مجد عبد الله بن ادريم حز على مكان ارجع حنسيطر على القمه بعزم وجهد بين زمزم والحطيب مو معه وقت الاذان ادعت الدعوه اللي عليها الله شهد فالشيوخ وفالقبايل على طول الزمان اللهم كثر امثاله وبارك وزد خلص رقب الرياجل من ضرب السنان لا تكلم ما تلع ثم يصدق لا وعد لا تكلم ما تلع ثم يصدق لا وعد فدية تنظيم يوم تهدره الرهجان مدته بين العطاء يا مثل سنة ورد وقحطان أهل المواقف وأهل الجبخان من عيال انظيم ربعه يسجمنا النكاد روسنا تقدح شجاعة ولا فينا جبان جمعنا يوم الوضع مثل جيش اللاحشات من بنات الراحة في قبضة الهجس عنا مهرة تجتاح الأفكار بأفكار جدد التبجح والتكبر وفيها عنفوان ما يروض كبرياء من الشعر حد لا قبضت عنانها خيلت بنت الحصان التفاخر بيوانا مفتخر فيها بعد وانت لاقت خلال داعبان الفرق بان في ميادين التحدي تصبح وتهجر من كثر ما هي على الاول تخطف الرهان التمنن فيها قبل العدد الاول عدد بس رجلها في عجب شيخ الشيخ نقحطان تسهل المدح جهارا مثل صوت الرعد هيبة من ادري مفاد خوف للخايف ومان هيبة تسوى لها قدها وجيش ومدى استوت عصى المدى يحتخر ولا لوى حي صقر الضيمتى هي تصقر الهدى قسمة عبد الله سمي نوم واعقي فسمى مده شعق ولمرجع جنى من عاده ولا من نصاها ولزمه كيد وعشرة ثمن والله انت ارجع عشر لا نص وجه السعر مجد عبد الله بن ادريم حز على مكان ارجع حنسيطر على القمه بعزم وجهد بين زمزم والحطيب مو معه وقت الاذان ادعت الدعوه اللي عليها الله شهد فالشيوخ وفالقبايل على طول الزمان اللهم كثر امثاله وبارك وزد خلص رقب الرياجل من ضرب السنان لا تكلم ما تلع ثم يصدق لا وعد لا تكلم ما تلع ثم يصدق لا وعد فدية تنظيم يوم تهقره الرهجان مدته بين العطاء يا مثل سنة ورد لك حطان فعلها الخالدة شهد عيان فإذا راح الرايحة ترفع والراية تحت مجلسه عامر ومان ساطو لنا اليمان مزبال اللي ما بقى معه صبر ولا جلال فيه ريح العود الازرق وهيل وزعفران والشحم واللي يبال لازم الكايد وجد قبل جمع حننا سهله من الشانحان تحت المقاف والشبل من ذكى لسان اعظم الشيخان تاريخ وفصح لسان لا التقت عوج الصفوف فبعضها من عقد لا التقت عوج الصفوف شيخة جدوده قبل يعمر الدار لمن شيخة ما فوقها لا سلاطين البلد مجد جدا شموخ خل على قمة بيان ما ينشكك في همام صامل الله وسجاد وزهم سهان راح اي ضيق ابن المكان يزهم ابن دلم ويقول ويقول اعتمد دقلنا في
ساعة الريب ما فيه اتزان. في عجب شيخ عطيناه مثق وعهد وقحطناه للمواقف واهل الجنب خان من عيال الضيب راب عريس جمنا النكاد وسنة تقدح شجاع ولا فينا جبال جمعنا يوم الوضع مثل جيش الأحشاد تقبلوا قحطان بن هود هان الصعب هان دون حد المملكة درعوا وحزام وسند لابت قحطان بن هود لمس البطن أطلق لشنا بلاد زعزع وربعي هجات يوم الأيام إيش هبا ما بقى سيطر على القمة بعزم وجهد بين زمزم والحطيف مو معه وقت الأذان ادعت الدعوة اللي عليها الله شهد فالشيوخ وفي القبايل على طول الزمان اللهم كثر أمثاله وبارك وزد خلص رقب الرياجل من ضرب السنان لا تكلم ما تلا ثم يصدق لا وعد لا تكلم ما تلا ثم يصدق لا مجلسه عمل وما صاب ولنا اليمان مزبان اللي ما بقى معه صبر ولا جلال فيه ريح العود الأزرق وحيل وزعفران والشحم واللي يبال لازم الكايد وجد قبل جمع حننا سهل من الشانحان تحت المقاف والشبل من ذكى لسان أعظم الشيخان تاريخ وفصح لسان لا تقطع صفوف في بعضها من عقد لا تقطع صفوف في بعضها من عقد شيخة الدودة قبل يعمر الدار الأمان شيخة ما فوقها لا سلاطين البلد مجد جدان شموخ على قمة بيان ما يشكك فيه ما صامل الله سجاد وانزهم سرحان رب عيض يضيق ابن المكان يزهم ابن دلام ويقول ويقول اعتماد دقلنا في ساعة الريب ما فيه اتزان في عجب شيخ عطيناه مثق وعهد وقحطان اهل المواقف واهل الجنب خان من عيال سجمنا النكاد وسنة تقدح شجاع ولا فينا جبال جمعنا يوم الوضع مثل جيش الأحشاد تقبل قحطان بن هود هان الصعب هان دون حد المملكة درع وحزام
بيتك احطان بحود لمس البطان اطلق الاشنا بلا زعزعه.